ميريل ستريب تعود للتكريم في مهرجان كان بعد 35 عاماً بحصولها على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي بدورته 77 لهذا العام، فقد كان آخر ظهور لها عام 1989 بفيلم الملائكة الشريرة. وفي كلماتها المؤثرة قالت إن هذا الحفل جعلها تشعر وكأنها تنظر من نافذة قطار سريع لتشاهد شبابها يطير إلى منتصف العمر حيث تقف الآن في هذه الليلة. وتابعت ستريب أنها في المرة الأخيرة التي كانت فيها في مدينة كان كانت أماً لثلاثة أطفال وكانت على وشك بلوغ 40 عاماً، واعتقدت أن مسيرتها المهنية قد انتهت، والسبب الوحيد لوجودها هذه الليلة هم الفنانون الموهوبون الذين عملت معهم، مشيرة في كلامها إلى رئيسة لجنة التحكيم غريتا جيرويغ التي كانت قد أخرجت لها عام 2019 فيلم نساء صغيرات ليتل وومن. وختمت حديثها باقتباس من والدتها قائلة: أمي التي عادة ما تكون على حق في كل شيء قالت لي: ميريل حبيبتي، سترين كل شيء يسير بسرعة كبيرة، وهذا ما حدث.